في العناوين: أبو مالك الشامي تلة من الإنجازات، آخرها خطف راهبات معلولة. سلم لي على أبو مالك. كتير كتير لواء أحرار السنة في بعلبك، أين يقع وما تعرف عنه مدينته؟ هلا هي كله حكي، لكن داعش طلعوه هلا بنزل. داعش يسيطر على أكبر حقول النفط في سوريا. ها هو إذن بدخل بوابة حقل العمر وتم بسط السيطرة عليه. وثيقة أمريكية تحذر من فيلم مسيء إلى الرسول سينزل اليوم الأسواق. Hey, do you know the prophet is going to marry again? الحكومة تخذل أساتذة الجامعة. غزة تحت الغارات واشتباكات في القدس. أهلا بكم. 7 ساعات من الضرب في المندل الحكومي ولا قرارات. ملف أساتذة الجامعة ترك دموعا على درج الاعتصام وأرجأته الحكومة لغاية في نفس فؤاد. وقضية النازحين لا إطار سياسيا لها، حيث لا تفاوض لا اعتراف، ولم يعد ينفع أن تناقش الحكومة نفسها، فكل ملف نزاع يستلزم جهتي تفاوض. لكن لبنان يعز عليه طرق الأبواب السورية وأخذ كسرة على عادة النأي بالنفس حتى في القضايا ذات البعد الإنساني التي غيرت وجهه الديموغرافي. النازحون السوريون أصبحوا واقعا مؤرقا، لكن الدولة ترفض حتى الآن حوار المعنيين من الحكومة السورية في وقت بدأت أمريكا والغرب طرق الأبواب السورية والتحرش بمسؤولي النظام عند مفارق المنتديات العالمية. الملف لا يحتمل الخجل، وحتى الأطراف الدولية التي نشأت حروب ونزاعات بينها تجري التفاوض على أرض محايدة وتجري الاتفاقات وإن بناء على مكاسب الحرب. في حروب داعش سوريا وعراقيا فإن المكاسب إلى ازدياد مبللة بالنفط بعد الحدود، وقد سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أكبر حقول النفط في ريف دير الزور منتزعا الذهب الأسود من جبهة النصرة ومن دون أي مقاومة. وبلا مقاومة أيضا غادر آلاف الجنود العراقيين مواقعهم الحدودية، ما اضطر السعودية إلى نشر 30,000 جندي عند حدودها مع العراق. ولاية لبنان ليست في عين العاصفة بعد، لكن أبو مالك الشامي تولى أمر تهديدها وتحرير سجنها. وفي البحث عن الشامي اتضح أنه الاسم نفسه لأبي مالك التل الضالع في عملية خطف راهبات معلولة والتفاوض على إطلاق سراحهم بواسطة مساعده أبو عزام الكويتي الذي لاقى حتفه لاحقا. وللجهاد في لبنان ساحات افتراضية لا تظهر إلا على الإنترنت، فلواء أحرار السنة في بعلبك لم تسمع به بعلبك وسائر البقاع، والعمليات التي يتبناها تكون إسرائيل قد سبقته إليها ووضعت بصماتها عليها. لم يقبض على حر واحد من أحرار السنة، ولم تسجل الدوائر القضائية أي علاقة لهذا اللواء لها صلة بالعمليات الإرهابية الواقعة على الأراضي اللبنانية. المكتب الإعلامي لجبهة النصرة في القلمون ينشر كلمة صوتية هي الأولى لأمير الجبهة في القلمون أبي مالك الشامي على موقع يوتيوب، توجه فيها إلى حزب الله وإلى السجناء في رومي واللبنانيين عموما. فمن هو أبو مالك هذا؟ إن معركتنا معكم لم تعد مقتصرة على الحدود وفي الجبال، فقد استطعنا وبفضل الله اختراق الأطواق الأمنية في كل المناطق في لبنان، وأصبح لدينا مجاهدون بالآلاف بفضل الله، وهم ينتظرون الإذن ليبدأوا المعركة داخل لبنان وعلى قرى الروافض حصرا. إلى أسارى المسلمين،
وخاصة إخواننا المجاهدين في سجن روميا وباقي السجون. والله إن قلوبنا عندكم وما هي إلا أيام معدودات، وتفرج بإذن الله الكربات. كفانا ذلا وهوانا، وكفانا انتظارا لسكين الذبح بيد حزب الرافضة. أبو مالك الشامي، هذا الاسم يظهر للمرة الأولى على ساحة الجهاد، لكن الشخصية هذه معروفة باسم أبو مالك التلة نسبة إلى نسبه من منطقة التل في حمص حيث منشأ الرجل. وأبو مالك بدأ حياته قناصا، حارب في العراق، ويقال أنه كان رفيق درب أبو مصعب الزرقاوي. أصيب في الاشتباكات 3 مرات، ورسلت له أدوار في التفاوض في ملف راهبات معلولة. مساعده أبو عزام الكويتي أن الجهاد هو سبيل العزة، هو من أجرى عملية التفاوض على الأرض، وقد ظهر في أثناء عملية الإفراج قبل أن يقتل فيما بعد. أخونا أبو عزام، الآن تمت عملية تبادل دخول الراهبات وخروج 152 معتقلة بينهم عائلة أم وأربع أطفال. وهذه إحدى الراهبات تكشف ضلوعه وترمي له السلام. سلم لي على أبو عزام، سلم لي على أبو مالك كتير كتير. قل له لأبو مالك يا إنسان يا شريف أنت. وفي شريط يوم الإفراج تظهر امرأة جميلة مع أولادها ذوي الشعر الأشقر، وقد أفرج عنها النظام السوري من ضمن صفقة التبادل، ليتضح أنها إحدى زوجات أبو مالك. ما حد يدق فيها. هاي المرة. لك الماما هون. الماما هون. الماما هون. يلا هاي المرة هون. آخر مرة شهد فيها أبو مالك الشامي كانت في منطقة الطفيل، ويتردد أن أحد المتعاملين معه هو أبو طقي المتوارع عن الأنظار. أبو مالك الشامي في العقد الرابع من العمر، يتنقل في القلمون، وغالبا ما تكون حياته بين الجرود، متزوج مرتين وله أولاد، ويضع نظرات طبية. وكان قد حضر اجتماعا في منطقة القلمون بعيدة في ذي عملية انتحارية، وجاء حينذاك موفدا من المدعو أبو محمد الجولاني. لواء أحرار السنة في بعلبك يهدد، ولكن ما من مصدق ولا من مجيب. مجدداً يعود أحرار السنة في بعلبك للتغريد، ولكن هذه المرة ليس لإعلان مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ على الهرمل ولا عن اغتيال المسؤول في حزب الله حسان اللقيس، بل توجهوا إلى الطائفة المسيحية ودور عبادتها. فجاء في بوست لهم على تويتر على لسان من زعمت أن اسمه سيف الله الشياح: بإذن الله عبواتنا المباركة سوف تسحق كل صليبي مشرك ورافضي صفوي في لبنان. هذا البيان وإن كان مستفزاً لكل لبناني، إلا أنه بات شبه مؤكد أن لا خلفية جهادية وراءه، وأنه مفبرك لخدمة مصالح مال النيل من العيش المشترك في البقاع. فهذا الحساب هو نفسه الذي كان يتبنى صواريخ الهرمل في الوقت الذي كانت فيه جبهة النصرة في القلمون تتبناها عبر فيديو يظهر إطلاق الصواريخ. أوليس هم من تبنوا عملية اغتيال اللقيس لتعترف لاحقاً إسرائيل بمسؤوليتها؟ واليوم ها هو هذا الحساب يلعب على وتر جديد، لكنه لم ينجح قط في تحريك الشارع المسيحي في البقاع. في بعلبك عقد اجتماع في مطرانية الروم الكاثوليك، حضره المطران الياس رحال إلى جانب مفتيي بعلبك الشيخ خليل شقير والشيخ بكر رفاعي ورئيس بلدية بعلبك، وأجمع المجتمعون على رفض هذا البيان لأنه لا يمثل السنة ولا غير السنة في بعلبك. لقاء تضامن وطمأنينة، لنعطي لأهلنا شوية طمأنينة حتى أنه ما يصير فيها الفزع الكبير، وترى ما هو الأنسب إذا كان هناك لابد من وضع حراسة، وإنما نحن حراستنا الله، الله هو اللي بيحرسنا. إذا أراد البعض اليوم أن يصور أن هناك خلافا مسيحيا إسلاميا هو واهم ومخطئ، وسبب الوهم والخطأ أنه التاريخ خير دليل على ذلك. كل الكنائس الموجودة في الشرق بقيت في الشرق، ومن أراد اليوم أن يكسر أو أن يخرب أو أن يهدم، هذه الأشياء من بنات أفكاره وخياله. نحن اللي عم يدعوه باسم أحرار أهل السنة وإضافة وزج اسم مدينة بعلبك على هاي الادعاءات نرفضه ومنجبه، ومندعي القوى الأمنية
إلى التحري عن هؤلاء المرتكبين باسم أهل السنة، لمثل ما قلت لهن دايما مدعاة للحياة السليمة والتعايش والمحبة بين كل الأطياف اللبنانية. إلى زحل التي وضعت تمثالا للسيدة حرسا لها على تلة لتحميها وتحمي كنائسها المنتشرة في كل حي، لم يتأثر أهلها بهذا التهديد، حتى إن عددا كبيرا منهم لم يسمعوا به أصلا. الله يخده، بنتي راهبة، كيف بدي بطروا على الكنيسة مهما يعملوا، حتى لو بدي موتوا بقلب الكنيسة. حكي كله حكي. ليه برأيك إنه حكي؟ لا هي كله حكي. لكن داعش طلعوا هلا بنزلوا، ولا فرق معنا، لا شو بنشوف نفسه. العدرة دخيلة معنا، إيه الحمد لله، ما لنا خايفين ولا فزعينين ولا شيء. منروح من أدرس اللي بيجي من ربنا، كله مكتوب له بيصير، مش خايفين من شيء. وهبطوها، نحن قلوبنا كلها كنايس. وتبقى العذراء تقف وعينها ليست على البقاع فحسب، بل على لبنان كله تتضرع من أجله ومن أجل أهله. وثيقة أمريكية تحذر من أعمال عنف محتملة بعد عرض فيلم جديد مسيء إلى النبي محمد. حصلت قناة الجديد على وثيقة صادرة عن الحكومة الأمريكية تحذر فيها من خطر وقوع احتجاجات على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، بعد معلومات عن انطلاق عرض فيلم مسيء إلى النبي محمد في الرابع من الشهر الحالي، من دون أن تحدد الوثيقة أمكنة عرض الفيلم. الوثيقة تحذر من أعمال عنف قد يقدم عليها المحتجون، فضلا عن قطع الطرقات ومحاصرة أماكن عمل وسيارات لمواطنين غربيين، كما تطلب الوثيقة من المواطنين الأمريكيين تجنب المطاعم والمصالح التجارية الغربية التي يمكن أن تكون هدفا للمحتجين الغاضبين. الفيلم لمخرج باكستاني ارتد عن الإسلام، يعيش في إسبانيا ويجاهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يعمل من أجل عالم خال من الإسلام والمسلمين، وهو يتناول بصورة مسيئة النبي محمدا ويتطرق إلى زواجه بأسلوب رخيص ومبتذل. سنمتنع عن عرض أي مقاطع مسيئة من الفيلم، ولن نذكر كذلك عنوانه ولا اسم المخرج، كي لا نسهم في الترويج له وكي لا نخدم أهدافه الواضحة التي تستجدي إثارة الفتنة والاستفزاز المجاني. رايات إسلامية في الشويفات، الإعلام يبلغ، فهل تتحرك الجهات المعنية؟ في ظل فورة تنظيم داعش والحركات الإسلامية المتطرفة في المنطقة، طرأ جديد في منطقة الشويفات يتماشى وهذه الموضة، فرفعت أعلام سوداء هي رايات إسلامية، ولكن في زمن الداعشيات يتهيأ للبعض أنها أعلام داعش أو ما يعادلها تطرفا، حتى إن البعض يرى أنه في حال كانت أعلاما داعشية أم لا، فوجودها فجأة موزعة بشكل منظم في منطقة ذات طابع درزي يشكل رفضا لدى غالبية السكان. لذلك توجهنا أولا إلى رئيس بلدية عرمون فضيل جوهري الذي فوجئ بالموضوع، ومع أن هذه الأعلام تقع ضمن نطاق بلدية الشويفات، فقد جرى جوهري عددا من الاتصالات أهمها مع الأمير طلال إرسلان الذي بدوره اتصل برئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي. نحن طلعنا هلأ على المنطقة وشفنا هدول أعلام رئيس، مين مسؤول عنهم وشو حيصير هلأ؟ طلعت على المنطقة وشفت الأعلام، أنا بصراحة اليوم انفجأت فيها قصة الأعلام، ما بيخبرونا أنه حاطين أعلام منطقة الشويفات خلدي، فلما شفنا قصة الأعلام نحن ما غفلت فينا، بلغنا مخابرات الجيش على هالموضوع، لأنه بتعرفي منطقة الشويفات فيها بتشمل كل الطوائف والمذاهب والأحزاب، وما بدنا شيء أي حساسية تظهر لأي مواطن بشويفات، فبلغنا مخابرات الجيش، في مخابرات الجيش تاخذ التدابير تمام. طيب شرطة البلدية منا مسؤولة، حضرتكم ما بتقدروا تعرفوا مين يلي ركب، شو إجراءات متتاخد تما تنعاد هيدا القصة ولا كيف؟ يعني هلا الجيش حط إيده على الموضوع، الجيش حط إيده على الموضوع، هو لحتى بقى الموضوع. إذا انحطت الأعلام ونشالت، بس هذا ما بيعني إنه في خلايا موجودة بالمنطقة أو ممكن؟ أكيد طبعا هذه صار واجبات مخابرات الجيش إنه تكشفها، أكيد. إذا كان الإعلام هو أول من يعلم وأول من يبلغ الجهات المعنية، فهل تحل المشكلة بالسرعة التي يتحرك فيها الإعلام، أم إن تلك الأعلام ستبقى ترفرف فوق سماء شويفات ومنها فوق سماء لبنان؟ الجيش اللبناني يعثر على مخزن للأسلحة في عكار، وغيرها من الأخبار الأمنية في هذا التقرير.
يواصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية عمليات الدهم في مختلف المناطق. جديد هذه العمليات دهم في فنيدق عكار استهدف محيط منزل الموقوف محمود زهرمان، والحصيلة العثور على أحزمة ناسفة جاهزة وقنابل يدوية ومواد متفجرة في مخزن. في شأن أمني آخر، ختم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين تحقيقاته في ملف جمال دفتردار أحد المسؤولين في كتائب عبد الله عزام، وأحال الملف إلى نيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. إلى ذلك، طلب القاضي الزين عقوبة الإعدام في قرار اتهامي للموقوفة السورية سامية شين لحيازتها صواعق تستعمل في عمليات التفجير لتسليمها إلى سوري آخر، وجرى تصدير بلاغ بحث وتحري لمعرفة هويته الكاملة. وحال القاضي إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بعدما أصدر مذكرة إلقاء قبض في حقها. وفي طرابلس، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة على أحد المطاعم قرب السرايا العتيقة تسببت بأضرار مادية في بعض السيارات. سبقهم اعتداءات بالقنابل على مقاهي في باب التباني وأحراق مقهى في شارع سوريا يقدم القهوة لغير الصائمين، ولاقت هذه الحوادث حالة رفض من قبل أبناء المدينة. وفي قضية بهيج أبو حمزي، وبعدما أن رد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت طلب إخلاء السبيل المقدم من محاميه في قضية نادي الصفر الرياضي، جرى اليوم استجوابه بحضور وكيله بهيج أبو مجاهد ورئيس نادي الصفر ووكيله المحامي وليد صفير، وتم نقل الملف إلى محكمة الاستئناف لبت مصير استئناف قرار رد طلب إخلاء السبيل. مجلس الوزراء يؤجل بت موضوعي الجامعة اللبنانية والنازحين السوريين، ويبدأ عملية التوقيع على المراسيم ويعين جلسته التالية الخميس المقبل. انطلاقا مما انتهت عليه في الأسبوع الماضي، عقد مجلس الوزراء اجتماعا في السرايا بجدول أعمال من نحو 120 بندا غير خلافي، باستثناء موضوع الجامعة اللبنانية الذي طرح من خارج جدول الأعمال، وانتهى به الأمر إلى التأجيل إلى الجلسة المقبلة. إلا أن الجديد هو توقيع الوزراء على 150 مرسوما. جلسة الساعات الخمس لم تكفي لإنهاء جميع البنود، إذ أن المراسيم والجامعة اللبنانية أخذت الحيز الأوسع من النقاش، وانتهت الجلسة بقبول هبات مقدمة لبعض الإدارات والوزارات. ثم تناول البحث موضوع النازحين السوريين والضرورة الملحة لمعالجة هذا الموضوع بسرعة، فأبدى بعض الوزراء رأيهم حول سبل هذه المعالجة على أن يستكمل البحث لاحقا. كما توقف مجلس الوزراء عند المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ودان الأمر، معربا عن إدانته الكاملة للممارسات الإسرائيلية الوحشية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني السياسية. تأجيل البحث في ملف الجامعة اللبنانية يبقي على تحركات الأساتذة المتعاقدين في الشارع. لم يمل الأساتذة المتعاقدون التحرك للمطالبة بحقوقهم، وتزامنا لانعقاد جلسة مجلس الوزراء حضر العشرات منهم واعتصموا قبالة السرايا في محاولة للضغط لإقرار بند تثبيتهم الذي يراوح مكانه منذ 40 يوما. نحن منأيد الخطوات التصعيدية اللي عملت فيها رابطة الأساتذة المتفرغين بإعلان الإضراب العام المفتوح في الجامعة اللبنانية حتى إقرار الملف. ونحن من بكرة لا كليات لا نتائج ولا عام دراسي مقبل، والرهينة هن نحن والطلاب، السلطة السياسية اخذتنا رهينتها من أجل التجاذبات السياسية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج الدخان الأبيض، وقررت الحكومة تأجيل الملف لاستكمال النقاش وسط معلومات من داخل الجلسة عن طلب الكتائب الاطلاع على أسماء المتعاقدين. بهذا الأسبوع في عندي أنا شمول واجب لازم أعمله وراح بعمله، نجيب لهم يسير جسم. أنا راح أروح وأنا اللي بيطمني بهالموضوع أنه المعترض الأساسي كان حزب الكتائب، مش هيك؟ الشيخ سامي عم بيقول لي مستعد أنه يحل الموضوع، ولكن بده أجوبة. ليش ما حل اليوم؟ شو هن نوع الأسئلة اللي بدهم؟ ما بتتحوق مع هيدا الوزير أنه يطلع لك واحد طرف ثالث ورابع وخامس؟ أنا بدي أقول الدكتور سامي يمكن طلع حدا جديد غير حزب الكتائب، فجأنا لا أشخاص وكان يطلعوا الكل ثاني معالي الوزير. لا ما حد، كل العالم خير وبركة. معالي وزير التربية الصديق الأستاذ الياس أبو صعب أن يقدم في الجلسة المقبلة تقريرا وافيا مختصرا حول هذين الموضوعين ليصار إلى بتهما، خاصة وأن معاليه قام بجهد وافر ومميز
لإقامة عدالة في التعيينات التي يمكن أن تصدر لابد من أن تصدر في الأسبوع المقبل. الأساتذة أكدوا استمرارهم في تحركاتهم والذهاب إلى التصعيد في حال لم تقر حقوقهم. بعد الإعلان الطريق إلى الدالية. المحكمة الدولية تستجوب الشاهد عصام منصور وتتوقف عند صدقية المختبر التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا AUST. بعد استماعها الأربعاء إلى الشاهد فؤاد حسين أيوب الخبير المتخصص بتعريف الهوية الإنسانية، وصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد ري جلسات الاستماع إلى شهود الادعاء السبعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاستمعت إلى خبير الحمض النووي ومستشار العلوم في جامعة العلوم والتكنولوجيا عصام جميل منصور الذي عده القاضي ري خبيرا مؤهلا للشهادة. وفي الجلسة عرض الشاهد منصور تقريراً شرح فيه آلية إجراء البصمة الجينية لتحديد الهوية، كاشفاً عن الاختبارات التي اعتمدت للبحث عن الحمض النووي في الأشلاء التي وجدت في ساحة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مع فرشتي أسنان لوالدي أحمد أبو عدس من دون أن يكون على علم بهويته. وأكد منصور غياب أي تطابق مع الحمض النووي لوالدة خالد طه مع أي من الأشلاء التي جرى تحليلها في الحمض، موضحا أنه يمكن استخراج الحمض النووي ودراسته بعد مرور مئات السنوات. كما قدم منصور تقريرا عن نتائج فحص الحمض النووي لشخص مجهول وقال إن الحمض النووي يعتمد لتحديد هوية الأشخاص. المحامي إيان إدواردز وهو من الفريق الذي كلفته المحكمة الدفاع عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين استجوب الشاهد منصور في صدقية المختبر التابع لجامعة AUST الذي يعمل فيه الأخير، حيث أوضح منصور أن جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تكن جامعة في أثناء إصدار مختبرها نتائج الفحوص والعينات ولم تكن سوى معهد. وسأل إدواردز منصور عما إذا كان مختبر AUST حين ذاك حاصلا على ما يسمى شهادة الايزو 17025 وعلى ما يسمى Good Lab Practice، فرد منصور بالنفي. اجتماع بين هيئة التنسيق النقابية والطلاب وأهليهم، والهدف توحيد الخطوات والمواقف لنيل الحقوق. موعد هيئة التنسيق كان هذه المرة مع لجان الأهل والطلاب في ثانوية عمر فاروق في بيروت، حيث التأم الاجتماع الموحد مع الأهالي والطلاب والأساتذة. وقد أطلق عضو الهيئة حنا غريب نداء للتوحد في وجه الطبقة السياسية والمالية التي تحرم الأساتذة كما الطلاب حقوقهم. إذا ما أقروا السلسلة يعني المعلم بده يفوت بأقل من الحد الأدنى للأجور، هذا شيء منه طبيعي. إني شو بده من وراء انه خيي ما عاش بدنا نستثمر بالتعليم، هذا قطاع غير منتج، والتعليم الثانوي بدهم يسكروه ويعملوا تعاقد وظيفي. نحن ما بدنا السلسله اذا بدها تكون على ظهر الاهالي وعلى ظهر التلاميذ وعلى ظهر الفقراء. وابدى الاهالي والطلاب والمعلمون تضامنهم وتاييدهم لموقف هيئه التنسيق النقابيه. القوى الأمنية تضع عارضة على الطريق المؤدية إلى الدالية والصيادون مجددا إلى الواجهة. بعدما نجح صيادو الدالية في الروش في التصدي لمحاولة سابقة لإغلاق طريق الميناء، اصطدموا مجددا مع القوى الأمنية التي تمكنت هذه المرة من وضع عارضة على الطريق المؤدية إلى الدالية. العميد تعهد انه هيدي ما بتتسكر، بس انا ما بأمن بأي كلام اللي كان بيقولوه. صرنا اشهر ونحن منعاني من هالاشياء هاي، كل شوي بسكروا لك ميله. بدي شوفنا هالصياد وهالبحري واللي عنده قهاوي شو بده يعمل؟ ضحكوا علينا، اشتروها بيت الحرير يا عمي، للتجار الكبار، للعملاء، لابو كفيات وكال، وانا ببيروت بدي اعيش وعندي اطفال. بحالة سكرت على الجزء استعونا حد ينفتح هيدي العارضة، رزقنا ما حيروح. الهيئة الأهلية للحفاظ على الدالية نزلت أيضاً دعماً للصيادين وحفاظاً على ما تبقى من المرافق العامة.
كانوا معرضين انه بده ينزت عليهم قنابل مسيله للدموع ثم خراطيم مي ثم بيتعبوا بيروحوا بشاحنات عم بيطالبوا بحقوقهم. بعتنا كتاب لوزير البيئه وزير الثقافه المحافظ طالبين منهم على انه ينزل السور عن المنطقه وللاسف ما حدا منهم اتحرك. وعلى الرغم من إصرار عدد من الصيادين ومعهم ناشطون من المجتمع الأهلي يبدو أن الدالية تتجه إلى الإقفال، ما يعني قطع أرزاق الصيادين والقضاء على مرفق سياحي تراثي بيئي عام. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وكانت جولة أفق حول كل المسائل المطروحة من الاستحقاق الرئاسي إلى سلسلة الرتب والرواتب، واطلع على أجواء القوانين والمشاريع التي درستها اللجنة وأقرتها. وأكد كنعان أثر اللقاء أن الوضع ما زال على حاله في موضوع السلسلة، ولكن المحاولات أيضا مستمرة لإحداث خرق، لافتا إلى أن هذا الخرق يحتاج إلى تجاوب من كتلة تيار المستقبل. كما استقبل بري وزير السياحة ميشيل فرعون. أقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون يتعلق بتثبيت سلوفات خزينة لعام 2012، وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن وزير المال كان واضحا أنه لا يقبل بأي مخالفة. التحفظ اللي صار من قبلي ومن قبل عدد من الزملاء أيضا على المخالفات اللي تم يعني ارتكابها من الحكومات وخاصة من الحكومة السابقة بمسألة عمليا دفع الغلاء المعيشي من دون إقرار القانون قانون السلسلة بالمجلس النيابي، وهذا بيشكل مخالفة أساسية، وبالتالي كان لابد من ذكر هذه المخالفة. رأس وزير الصحة وائل أبو فاعور اجتماعا في الوزارة حضره رئيس الجامعتين اللبنانية والعربية ورئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري، وتناول البحث أوضاع الأطباء المقيمين الذين يتمرنون في مستشفى الحريري الحكومي. وأكد فاعور بعد اللقاء أن هذا الموضوع يشكل بابا من أبواب العجز المالي في المستشفى ويجب إقفاله. المستشفى لا يتقاضى ما يجب أن يتقاضاه من الجامعتين اللبنانية والعربية، وبالتالي لكي تنهض المستشفى يجب إقفال كل أبواب العجز المالي، وهذا باب من أبواب العجز المالي. ما لمسته من رئيس الجامعة اللبنانية هو هناك مساهمة من الجامعة اللبنانية بمليار ليرة، البحث يكون في زيادة هذه المساهمة تقدم من الجامعة اللبنانية إلى مستشفى رفيق الحريري. الجامعة العربية أيضا أبلغت رئيس الجامعة بأنه لا يمكن الاستمرار بأنه يتم تدريب أطباء الجامعة العربية بمستشفى رفيق الحريري دون أن تقوم الجامعة بدفع المترتبات المالية عليها، سيما وأن الجامعة تتقاضى أقساط من الطلاب، ولا يستطيع المستشفى أن يتحمل أعباء الجامعات أيا كانت هذه الجامعات. أيضا كان جو رئيس الجامعة العربية إيجابي، وعد بإجابتنا خلال أسبوع، لأنه ببساطة إذا لم تقدم مساهمات من قبل الجامعات فالمستشفى مضطرة للتوقف عن دفع أتعاب الأطباء المقيمين اللي هن بالنهاية تلاميذ، هم تلاميذ في جامعات، طلاب في جامعات، الجامعات مسؤولة تجاههم. أشاد المجلس الشرعي الأعلى عقب اجتماعه في دار الفتوى بإنجازات الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية بتصديها للإرهاب والإرهابيين الذين يخططون لإحداث فتنة مذهبية وطائفية، وطلب المجلس الكتل النيابية والحكومة معا بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والرسمية ورفع درجة الاهتمام ورعاية الملفات الاجتماعية والمعيشية التي تمس قوت المواطن. وحذر المجتمعون من مغبة المواقف المطالبة بتعديل اتفاقية الطائف، مشددين على أن أي صيغة أو تعديل لهذه الاتفاقية يجب أن تأتي في ظروف مناسبة حتى لا تشكل انقساما بين اللبنانيين. بعد الإعلان ملوك الشمع. العدو الإسرائيلي يغير على قطاع غزة ويستهدف مواطنين ومواقع تابعة لحماس، وجريمة قتل الفتى محمد أبو خضير تتفاعل.
لم تكد اشتباكات الأربعاء تهدأ حتى اشتعلت الخميس مصادمات جديدة في القدس المحتلة بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين عمدوا إلى إحراق الإطارات المطاطية وأقفال الطرق بالحاويات وحرق علم الكيان الصهيوني على خلفية خطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وقتله على يد مستوطنين متشددين. طائرات الاحتلال من جهتها شنت 11 غارة جوية فجراً على مناطق متفرقة من القطاع وتحديداً على مواقع تابعة لحركة حماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 11 مواطناً فلسطينياً من بينهم مصاب حاله خطرة. واستهدفت الغارات منطقة مفتوحة في رفح جنوبي قطاع غزة ومواقع تابعة لفصائل المقاومة ومدينتي بيت لهيا وبيت حنون شمالي القطاع. وبسبب الخلاف حول توقيت تسلم جثمان أبو خضير أرجئت الجنازة التي كانت مقررة ظهر الخميس عقب الصلاة، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية بإنزال أشد العقاب بمرتكبي جريمة أبو خضير وبإنهاء ظاهرة المستوطنين. داعش تسيطر على أحد أكبر حقول النفط السورية فيما تستمر المعارك في مختلف أنحاء البلاد. كانت تسيطر عليه جبهة النصرة، هذا تنظيم قاعدة البلاد على من سيطرة جبهة النصرة إلى سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام انتقل حقل العمر النفطي، ومن دون أي معارك استبدل علم النصرة بعلم داعش، فخرجت الأولى لتنتزع الثانية السيطرة على أحد أكبر حقول النفط السورية. أكبر ولله الحمد، ها هما جنود دولة الإسلام دولة الخلافة وهما صائمون ويبسطون سيطرتهم على حقل العمر 5 رمضان، ها هو إذن بدخل بوابة حقل العمر وتم بسط السيطرة عليه في 5 رمضان. حقل العمر النفطي يقع شرق بلدة البصيرة وشمال شرق مدينة الميادين في محافظة ريف الزور، ويضم معملاً للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء، ويعد الحقل من أهم الحقول النفطية في سوريا، حيث كان ينتج أكثر من 30,000 برميل من النفط الخام يومياً قبل اشتعال الأزمة السورية. وفي تشرين الثاني عام 2013 سيطر مقاتلو جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى على الحقل عقب اشتباكات مع الجيش السوري استمرت ساعات لتصل إليه اليوم داعش وتسيطر عليه بسهولة. وقد أعلنت فصائل مقاتلة مختلفة مبايعة داعش والتوقف عن قتالها. إن عشائر مدينة العشارة والقرى المجاورة لها ومنها سويدان الجزيرة وسويدان شامية ودرنج، وإن جميع الفصائل المتواجدة في هذه المناطق من جيش حر وأحرار شام وجبهة نصرة تبرأ وتتوب إلى الله من مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية. قررنا إعلان البيعة للدولة الإسلامية ولخليفة المسلمين أبي بكر البغدادي. ميدانياً تستمر الاشتباكات في مختلف أنحاء البلاد في وقت تشن طائرات حربية سورية غارات جوية لا سيما في ريف إدلب، حيث أفاد معارضون عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9 بينهم أطفال. وفي هذا الإطار تناقل ناشطون على مواقع التواصل تصويراً بيانياً أعدته سوريا بوست مصدره مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، يلحظ ارتفاع عدد الأطفال الشهداء في سوريا إلى 7,989 بين الصبية ونحو 3,650 بين الفتيات، ويلفت إلى أن نحو 1,300 طفل سوري معتقل، فيما وصل عدد الأطفال اللاجئين إلى 2,300,000. آلاف الجنود العراقيين يغادرون مواقعهم على الحدود، والجيش يستعد لعملية عسكرية تعيد سيطرته على تكريت، ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يحذر من أن بقاء نور المالكي رئيسا للحكومة يؤدي إلى تقسيم العراق. أعلن الجيش العراقي أن قواته سيطرت على جامعة تكريت شمالي بغداد، مشيرا إلى أنه بدأ عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة التابعة لمحافظة صلاح الدين من مسلحي تنظيم داعش. وقالت السلطات العراقية أن الجيش طهر بعض المباني في تكريت من المسلحين، فيما أكد شهود عيان أن المدينة تعرضت لقصف عنيف شنه الجيش العراقي الذي يحاول التقدم نحوها. قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي نفذت خلال 24 ساعة الماضية 121 طلعة جوية لأهداف منتخبة في جميع القواطع،
وكانت هناك ضربات نوعية ومركزة في قاطع الشرقاط وأيضا في مركز تكريت. ويأتي ذلك فيما نشرت السعودية 30,000 جندي على حدودها مع العراق في منطقة صحراوية إلى شرق من مدينة كربلاء العراقية بعد انسحاب أكثر من 2,500 جندي عراقي من المنطقة، وقد شهدت أرتال من الجيش العراقي تغادر كربلاء على الرغم من نفي حكومة المالكي صدور قرار بانسحابها. بعض وسائل الإعلام المعادية قامت ببث أخبار حول انسحاب قوات الحدود من المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. نحن بدورنا نكذب هذه الأخبار. فجاءنا أمر انسحاب ما عرفنا شنو، يعني شنو المبرر للانسحاب ما عرفنا، وأكو ناس عندنا من فوجنا رفض الانسحاب. من جهة ثانية، كشف مسؤولون أمريكيون لقناة CNN أن التقارير الاستخباراتية أظهرت مضاعفة إيران لجهودها في سبيل تدريب مجموعات شيعية في العاصمة العراقية بغداد وفي مناطق جنوبي البلاد، ولفتوا إلى وجود نحو 6 طائرات مروحية مقاتلة من طراز أباتشي، إلا أنها ليست كافية لحماية المطار الذي ينتشر فيه حاليا 3,000 جندي أمريكي، وأن قتال الجنود العراقيين أمر بالغ الأهمية للدفاع عن هذا المطار. سياسيا، أكد مسؤولون عراقيون أكراد أن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني بعث برسالة إلى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني يحذر فيها من أن بقاء نور المالكي رئيسا للحكومة سيؤدي إلى تقسيم العراق. وأكد بارزاني أن قوات البشمرجة لن تغادر المناطق المنتشرة فيها حاليا، داعيا برلمان كردستان إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء في الاستقلال عن العراق. إلى ذلك، يستمر تنظيم داعش في ترهيب العراقيين، وقد انتشرت على صفحات عناصر التنظيم على تويتر صور لعراقيين في الموصل يصطفون في طوابير، وذلك للانضمام إلى المقاتلين في صفوف داعش في ولاية نينوى بحسب ما أكدت هذه العناصر. ولافت في الموضوع أن التنظيم أصبح يقدم ما يسمى صكوك غفران لكل ما ينضم إلى صفوفه. صفحة أخبار من العالم في هذا التقرير. كشف عن تمثالين من الشمع لدوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع في لندن، وقد استوحى المصممون تمثالي دوق ودوقة كامبريدج من صور لهما بثياب السهرة بعدما جرى العرض الأول للتمثالين بنسخة عن الفستان الأزرق من تصميم دار عيسى الذي ارتدته الأميرة كيت عند إعلان خطبتها رسميا على الأمير ويليام. في اليابان أقيم معرض علمي في طوكيو بعنوان التواليت قذرات البشر ومستقبل الأرض، وهو يركز على دور الحمام في حياة البشر ويقوم بعرض علمي بطريقة مضحكة عن أهمية المراحيض، حيث يمكن زائره من التزحلق في مرحاض كبير لاكتشاف أشكال أكثر كراسي الحمامات صداقة للبيئة. ولرواد الفضاء حصة أيضا، إذ عرضت حمامات مناسبة للمركبات الفضائية إلى جانب عرض عدد من الكراسي الأثرية اليابانية. الآن جولة على أبرز ما عنونته بعض الصحف الصادرة في بيروت لليوم. نبدأ مع صحيفة النهار: مجلس الوزراء الرئاسي يصدر مراسيمه بالإجماع، التهديد الإلكتروني للمسيحيين شبح أم تهويل؟ في سفير وزير التربية: هل تقرر إقفال الجامعة اللبنانية؟ سوق سوداء للمياه ومافيا الكهرباء تزدهر. الأخبار عنونت: تهويل غربي، لبنان يتعرقن. أما في الأنوار: لقاء إسلامي مسيحي في بعلبك يدين التهديد باستهداف الكنائس. في الديار: لواء أحرار السنة بعلبك يعلن تحرير لبنان من المسيحيين وأجراس كنائسهم. أما في صحيفة المستقبل: المشنوق، سنحمي كنائسنا ومساجدنا برموش أعيننا ونقطع اليد التي تمتد إليها، سجلات حكومية مضبوطة حول النازحين والجامعة. صحيفة البناء: واشنطن تخطط والأمم المتحدة تتبنى والحكومة تقع في الفخ. أما صحيفة اللواء: حلفاء عون، مبادرته رصاصة طائشة أصابت رصيده السياسي. ننتقل إلى البلد: رومي في دائرة النصرة والنازحون إلى 1.5 مليون. أما الجمهورية: تهديد المسيحيين يوحد اللبنانيين. في الحياة: تحذير من هجوم لداعش في بعلبك، وبرزاني يسرع خطوات الاستقلال. وأخيرا في الشرق الأوسط: مصادر عراقية ودولية السخوي التي سلمتها إيران من طائرات صدام.
وبيروت تدابير لمنع تهريب السجناء الإسلاميين. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم العناوين. كان في النشرة أبو مالك الشامي تلة من الإنجازات آخرها خطف راهبات معلولة. سلم لي على أبو مالك كتير كتير. الله يسلمك. لواء أحرار السنة في بعلبك، أين يقع وما تعرف عنه مدينته؟ أنا هي كله حكي، لكن داعش طلعوا هلا بنزلوا. داعش يسيطر على أكبر حقول النفط في سوريا. ها هو إذن بدخل بوابة حقل العمر وتم بسط السيطرة عليه. وثيقة أمريكية تحذر من فيلم مسيء إلى الرسول سينزل اليوم الأسواق. Hey, do you know the prophet is going to marry again? الحكومة تخذل أساتذة الجامعة. بعد كل هالغرب على عزيز رجعوا بدهم يقيمونا، هيدي إهانة. غزة تحت الغارات واشتباكات في القدس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.